مرحبا، اهلا وسهلا فيكم. معكم غزل، وانا اول مرة اصور هذا النوع من الفيديو. اذا استمتعتوا فيه اعطوني رأيكم في التعليقات. بشتغل مشروع جماعي للمصمم ستيفن ويست. هذا الشال اسمه شاولوغرافي او شاولوغرافي، النطق جدا صعب. بحط لكم الاسم في الشاشة الان. حبيت أوريكم تنسيق للألوان والخيط اللي هستخدم في هذا الشال. عندي 5 ألوان: الرمادي، الأوف وايت، المينت البني، والوردي المغبر. طيب نبدأ بترتيب الألوان. عندي هذا اللون، هو اللون A ورقمه 21. عندي 3 بكرات من كل لون. اللون الثاني واللي هو لون B رقمه 01. اللون الثالث لون C رقمه 490. اللون الرابع اللون D رقمه 630. واللون الأخير اللي هو لون A لونه رقمه 613. المصمم حيطلب منك تنسق الألوان على ترتيب الأحرف A B C D A. بستخدم خيوط بيلا، زي ما انتم شايفين خيوط بيلا. هذه ثاني تجربة لي مع هذا الخيط. عدد الأمتار 180 متر 50 جرام. الخيط أتوقع إنه قطن، المفروض يكون قطن. فين مكتوب؟ هنا الخيط قطن 100%. صراحة هذا الخيط خلاص صار من ضمن المفضلين عندي في شغل الشالات. بستخدم إبرة مقاس 3 مليمتر عشان خيطي أرفع من خيط المصمم. هذا الخيط أرفع من خيط المصمم، والمصمم بيستخدم إبرة مقاس 3.5. طيب خليني أوريكم شغلي في هذا الشال. طبعا أحتاج أغير مقاس الإبرة لطول السلك أطول عشان أشتغل فيه براحة. زي ما انتم شايفين هنا بدأنا باللون اللي هو A، بعدين طلب مننا نحدد لون يكون هو اللون اللي يضم كل الألوان. عندنا هنا في هذا الكلو اشتغلنا كل الألوان الخمسة. زي ما انتم شايفين هنا اللون مينت، وهنا الرمادي، وهنا البني، وهنا الوردي. هنا اشتغلنا الرمادي، واللون الخامس هو اللون الأساسي في هذا الجزء أو في هذا السكشن. بعد كذا انتقلنا لهذه الغرزة. صراحة هذه الغرزة أنا أول مرة أشتغل فيها، وجدا حبيت الغرزة. حسيت اختيار موفق للألوان في هذا الجزء كذا، هذا الكلو الأول. حسيت الألوان كذا جدا مناسب، وكنت مبسوطة إن الألوان طالع عندي كويس، وقلت خلاص حمشي على ذوقه في ترتيب الألوان. طبعا هو يعطيني الألوان، مثلا يقول أشتغلوا لون A وC مع بعض، أو لون D وB مع بعض. عرفتوا كيف؟ فأنت حتشوفي هذه الأحرف إيش اللون المقابل لها. بعد كذا دخلنا للكلو الثاني واللي هو كان الأسبوع اللي فات. كل كلو له أسبوع واحد فقط، تخيلوا. عندنا في هذا الكلو 4 أو 5، أتوقع 5 أجزاء، 5 سكشنز في هذا الكلو، وأنا لسه توي خلصت سكشن 6 وبدأت في سكشن 7، وإلى الآن كنت بمشي على نفس ترتيب وتنسيقه للألوان. وبصراحة ماني راضي عن هذا اللونين مع بعض، حسيت إنه هنا فواتح وفجأة دخلنا كذا غامق. ممكن لو أعيد الشال تاني بعدين
يصير أنسق ألوان أفضل من هذا التنسيق. زي ما انت شايفين هنا بصراحة هذه الغرزة أول مرة أجربها، وأصلا أول مرة هو المصمم يسويها. هذا شكله من الخلف. بسبب الألوان عندنا كل سطر أو سطرين نقص الخيط، وكل خيط يسوي لنا نهايتين. فهنا كانت مرة عدد الغرز كتير، وبعد ما خلصت الكلو الأول على طول جيت نظفت الخيوط وقصيت عشان أسهل الشغل بعدين. ولسه تونا دخلنا في الكلو الثاني، هنا عندي الخيوط يحتاج إنه أنا أخفيهم. صراحة مرة متحمسة لهذا الشال، ما أعرف كيف حيكون شكله. أنا جاني أسئلة كثير بخصوص الخيط، بخصوص الخيط كيف يعني، هل ينفع للشال أو لا. شوفوا خيط، هذا الخيط قطن 100%، لكنه مو أنعم شيء تمام، بس حلو للشال. أنا صراحة حبيت الخيط للشال، مو بس لأنه قطن، لأنه كمان الخيط رفيع ومرة ممتع في الشغل، خصوصا في التريكو. شوفوا كيف الخيط جدا رفيع وممتع وحلو، والألوان صراحة مرة حلوين. غير كده السعر جدا مناسب. اشتغلنا هنا حلقات الآي كورد، وبصراحة كنت شايلة همه، لأنه كنت متوقع أنه يتعب في الشغل ولا حمل وأنا أسوي الآي كورد اللي هنا، شايفين الحلقات. فبصراحة ما حسيت بالوقت كيف خلصت 37 أو 38 حلقة، ما أدري كيف خلصت بصراحة. يمكن مع الحماس اشتغلت وخلصت، جدا 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 كان ممتع صراحة. إلى الآن كل الغرز اللي بنشتغلهم تقريبا أول مرة أجربهم، ومرة مستمتعة في الغرز، إلا الألوان ماني مستمتعة فيهم صراحة. نوعا ما ندمت لتنسيقي هذه الألوان، لكن ما نحكم من البداية، نشوف في النهايات كيف حتصير. تخيلوا إلى الآن ما سوينا أي تزايدات في هذا الشال، يعني إحنا بنشتغل من البداية إلى الآن ما في أي تزايد غير التزايد اللي هنا، شايفين هذه الحلقة فقط زودنا هنا، والأجزاء اللي تحت والأجزاء إلى الآن ما فيها أي تزايد. كيف بيكبر الشال لا تسألوني، ما أعرف. حطينا هنا عدد معين من الغرز، واشتغلنا يمكن 4 أو 5 أسطر. أتوقع كان دقيقة، يمكن 6 أو 8 أسطر أو أقل بصراحة. يعني الجزء ده بسرعة خلصناه كده بدقيقتين وانت مخلصة هذا الجزء. بعدين بدأنا نشتغل رايح جاي الدروب القصيرة، زي ما انت شايفين هنا عندنا الدروب القصيرة، بصراحة جدا 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 ممتع الشغل فيه. أول مرة أجرب هذا النوع من الغرز. بعدين برضو من دون أي تزايدات اشتغلنا هنا. الحلقات كانوا بدون أي تزايدات، فقط التزويد كان هنا في هذا الجزء، سيكشن رقم 6 أو 7 ما أدري، بس هنا زودنا. حتى وإحنا بنشتغل هنا ما فيها أي تزويدات، وإلى الآن برضو ما في أي تزويدات في الشال. حاليا عدد الغرز عندي في الإبرة 277 غرزة. كيف صاروا 277 غرزة لا تسألوني، ما أعرف المصمم هذا كيف يفكر، كيف يشتغل، كيف يشرح، كيف يكتب الباترون اللي يفكر فيه، بصراحة مرة صعب. شايفين باقي لي 3 أو 4 سيكشنز وأخلص هذا الكلو. طبعا بحاول إن أنا ما أسيب هذا الشال إلا وأنا مخلص الكلو، لأني ما أبغى الأجزاء يتراكموا علي، لأنه أنا عارفة نفسي لو ما خلصت الشال وأنا أشتغل مع الجماعة صدقوني ما راح أقدر أخلصه بسهولة وبسرعة، لأنه الشال يحتاج له تركيز. وغير كده كل شغل ما في كذا يعني شغل بدون تركيز، لا كل الشال يحتاج تركيز وغرز وتقنيات ما عمرك جربتيهم. فمر متحمس لهذا المشروع. هذا الشال اتوقع ثالث
ثالث شال بيسوي هذه الحركة اللي هي مشروع غامض. أتوقع في السنة اللي فاتت أشتغلت معاه، والسنة اللي قبلها ما أشتغلت، أظن هذا ثالث سنة أو رابع سنة، ما أفتكر بالضبط، لكن أظن ثالث سنة. إن شاء الله تكونوا استمتعتوا بهذا الفيديو، وأكون رديت على كثير من الأسئلة اللي بتجيني بخصوص الخيط وبخصوص الشال. في بنات بيطلبوا مني أصور هذا الشال، طبعا ما أقدر أصور طريقة لأن البترون مدفوع. بحط لكم رابط البترون في صندوق الوصف، كمان بحط لكم معلومات الخيط وعدد البكرات اللي بستخدمهم مرة تانية في صندوق الوصف عشان تحصلوا كذا يعني بشكل منفصل. إن شاء الله تكونوا استمتعتوا في هذا الفيديو، والأسبوع الجاي بإذن الله بوريكم فين وصلت لهذا الشال، مو في فيديو في مذكرات لا طبعا، برضو في هذا النوع من الفيديو أبغى أتكلم بالتفصيل عن الغرز وعن التجربة اللي بجربها مع المصمم والشال. إذا حبيتوا هذا الفيديو وإذا حبيت الأسبوع الجاي أسوي نفس هذا الفيديو، فياليت تخبروني في التعليقات عشان أشوف رأيكم، عشان أشوف رأي الأغلبية إذا توافقوا على هذا النوع من الفيديوهات. يصير الأسبوع الجاي برضو أوريكم قد إيش أنا اشتغلت وإيش الغرز اللي اشتغلناه مع بعض وبس. وأي واحدة بتشتغل الشال خليها تكلمني، نفسي أفتح كذا جروب أنا والبنات اللي بنشتغل الشال ونتشارك فيه يعني شغلنا في الشال، وإذا عندنا أسئلة نسأل بعض. فإذا كنت بتشتغلي هذا الشال غير ريما، ريما بتشتغل معايا هذا الشال وأنا وهي صراحة تقريبا في نفس السكشنز، ما أدري إذا هي خلصت هذا الجزء أو لا. عموما إذا في أي واحدة بتشتغل كمان يصير نفتح جروب ونتشارك الأفكار والتنسيقات ونشوف نشتغل الشال مع بعض كأنه مشروع جماعي. هو مشروع جماعي لكن بيكون ممتع أكتر لو اشتغلتي مع بنات في نفس الجروب وتتكلموا عن الشال وفاهمين علي صح؟ طيب إن شاء الله تكونوا استمتعتوا بالفيديو، نشوفكم على خير ومع السلامة.